هل يصح للمتقدم للخطوبة أن يتأمل في وجه المخطوبة بعد الرؤية الشرعية؟ يعني إذا كان يتأمل بعد أن دخلت له يتأمل في وجهها، فلا شك في ذلك، طبعا يتأمل في وجهها. لماذا أتى لأجل أن يتأمل في وجهها ويعرف هل يرغب في الزواج منها أم لا. لكن إذا تمت الرؤية وقبل الأهل بالزواج ورضيت المرأة وهو انشرح صدره، فكيف سيتأمل في وجهها بعد ذلك؟ المفروض أنه لا يجلس معها ولا يراها بعد ذلك إلا عند إتمام العقد. بارك الله فيكم، والله أعلم.